السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم إن شاء الله غنقدمكم دروس ديال السنة الثالثة إعدادي، الدورة الثانية، جزء المناعة، والمقطع الأول اللي هو تنوع الجراثيم. معكم أستاذ مصمودي مهدي. إذا غنتعرفوا على تنوع الجراثيم، نبدأ إن شاء الله. إذا عند تجوالك في الحديقة أراد محمد أن يقطف زهرة قصد إهدائها لأمه، إلا أنه أصيب بوخز مؤلم في إصبعه، فأخبره أخوه أسامة بخطر تعرضه للجراثيم الممرضة إن لم يطهر جرحه. إذا فما هي أنواع الجراثيم وكيف يمكن التصدي لها؟ وهل من وسائل تدعيم المناعة؟ إذا الجزء الأول، ما هي أنواع المتعضيات المجهرية؟ الملاحظات: عند ترك قطعة خبز أو فاكهة لمدة طويلة في مكان رطب، نلاحظ نمو كائنات حية فوقها كتسمى العفن (لموزيسيغ). بوضع قطرة من ماء بركة بين صفيحة وصفيحة زجاجيتين وملاحظتها بالمجهر، نلاحظ كائنات حية مجهرية تتحرك كالباراميسيوم لاباراميسي والأميبا لاميب. كل هذه الكائنات الحية تعتبر متعديات مجهرية. إذا لا العفن لا الحيوانات الأولية نسميها متعضيات مجهرية، أي كائنات مجهرية، وهي كتتواجد في الماء والهواء والتربة وفي جل الأوساط الطبيعية. إذا يمكن تلخيص أنواع المتعضيات المجهرية كالآتي. إذا نشوفوا أنواع المتعضيات المجهرية. إذا عندنا الحيوانات الوحيدة الخلية، الحيوانات الوحيدة الخلية عندنا فيهم جسمهم يتكون من خلية واحدة كاملة كالباراميسيوم والأميبا والبلاسموديوم. وعندنا نوع آخر من المتعضيات المجهرية، النوع الثاني هو البكتيريات لي بكتيري، هما كائنات حية كتكون كذلك من خلية واحدة، نواتها ذات بنية ناقصة، منها ما هو نافع كعصيات الحليب، ومنها ما هو ممرض كمكورات السحايا وعصيات السل. النوع الثالث الفطريات المجهرية لي شامبينيون ميكروسكوبيك، وهم متعضيات مجهرية نباتية، منها ما هو نافع أكيد كما البكتيريا كالخميرة، إذا كنعرفو الخميرة كنصاوبو بها الخبز، وفطر البانيسيليوم، ومنها ما هو طفيلي ممرض كفطر القرع وفطر التونيا. والنوع الرابع هو الحمات لي فيروس، هي أصغر المتعضيات المجهرية حجما، وهي طفيليات إلزامية لا تتكاثر إلا على حساب الخلايا الحية كحمى الزكام وحمى السيدة. يعني هنا حمى الزكام وعندنا حمى السيدة. إذا السؤال هو أين تتجلى خطورة الجراثيم الممرضة؟ سوف ندرس أولا تطور عدد البكتيريا بتمرين أول. السؤال الأول هو سنحدد عدد البكتيريا في هذا الوسط بعد مرور 5 ساعات و10 ساعات عن بداية التجربة. إذن عدد البكتيريات بعد 5 ساعات كنلاحظو من خلال الوثيقة 3. إذن عدد البكتيريات بعد 5 ساعات، إذن هي 5 ساعات، ها هو عدد البكتيريات بالملايين في المليليتر. إذن 5 ساعات عندنا هنا 500، إذن هنا كتكون عندي 100 مليون بكتيريا في المليليتر. وثم بعد 10 ساعات، هاي 10 ساعات، هاي
عشرة ساعات، بعد 10 ساعات عندي 1500 مليون بكتيريا في المليليتر. سؤال، ماذا نستنتج؟ إذا نستنتج أن المتعضيات المجهرية تتكاثر بشكل سريع إذا وجدت الظروف الملائمة، اللي هو وسط مقيت وحرارة ملائمة. السؤال الموالي، كيف يتطور عدد البكتيريا بعد بلوغه أقصاه؟ كيف تفسر ذلك؟ إذا كما كتلاحظوا، ها هو عدد البكتيريا بلغ الأقصى ديالو، كيبقى ينقص عدد البكتيريا. إذا بعد بلوغه أقصاه يبدأ عدد البكتيريا في الانخفاض كما شفنا، بسبب موت عدد كبير منها نتيجة نفاذ مواد القيت، لأنه وسط غير متجدد. لأن هذا الوسط المقيت هو غير متجدد، إذا كما شفتوا هنا تطور البكتيريا داخل وسط زرع غير متجدد. إذا داك مواد القيت يعني الطعام ديال هذه البكتيريا كينفذ، بالتالي كتموت. السؤال الثالث، اعتمادا على ما سبق، استخلص خطورة البكتيريا عندما تتسرب داخل الجسم. إذا كتعتبر جسم الإنسان وسط مقيت ومتجدد، إذا لأن جسم الإنسان هو وسط مقيت كيوفر تغذية البكتيريا ومتجدد، يعني وجود التغذية باستمرار، ودرجة الحرارة كتكون ملائمة ومثلى للتكاثر السريع للجراثيم التي تغزو مختلف الأنسجة، وإذا وصلت إلى الدم كتؤدي إلى تخمجه، مما قد يؤدي إلى الموت في غياب العلاج. إذا نشوفوا الحصيلة، عدد البكتيريات في الوسط بعد مرور 5 ساعات قلنا 100 مليون بكتيريا، عدد البكتيريات بعد مرور 10 ساعات هو 1500 مليون بكتيريا في المليليتر. وكنستنتجوا أن المتعضيات كتكاثر بسرعة إذا وجدت الظروف الوسط المقيت وحرارة ملائمة. أكيد أن عدد البكتيريات كينخفض بسبب نفاذ مواد القيت، ولأن الوسط إذا كان غير متجدد. بالنسبة لجسم الإنسان هو وسط مقيت ومتجدد ودرجة حرارة مثلى للتكاثر اللي كتغزو مختلف الأنسجة، وإذا وصلت للجسم كتقدر تؤدي إلى الموت في غياب العلاج. نستمروا، إذا انطلاقا من الوثائق ومن الصور المجهرية كنستنتجوا أن المتعضيات المجهرية كتكاثر بطرق مختلفة. بالنسبة للبكتيريا والحيوانات الأولية كتنقسم، كتكاثر عن طريق الانقسام لا ديفيزيون، وبالنسبة للعفن كيتكاثر عن طريق التبوغ. ها هما الأبواق، إذا هاد العناصر كيتكاثر عن طريق الأبواق. بالنسبة للعفن كيتكاثر عن طريق التبرعم، بالنسبة للخميرة كتكاثر عن طريق التبرعم، وبالنسبة للحمات كتكاثر داخل خلايا حية مسببة هلاكها. إذا المحور الثاني هي دراسة لتأثير عصية الكزاز. إذا التمرين الثاني هو الكزاز مرض خطير يؤدي إلى الإصابة بتقلصات مستمرة، وغالبا ما يموت المريض. يسمى الجرثوم مسؤول عن هذا المرض بعصية الكزاز. إذا ها هو أبواب بكتيريا الكزاز ومادو، ملاحظة مجهرية لبكتيريا الكزاز. إذا ها هي بكتيريا الكزاز، وهذا هما السمين اللي كطرحها هاد البكتيريا هادي. إذا هذا هو السم، البكتيريا السمين هو عبارة عن سم. نشوفوا التجارب. إذا لمعرفة كيفية تأثير الكزاز على الجسم أجريت التجارب التالية. المجموعة الأولى من الفئران سوف نحقنها بزرع عصيات الكزاز، سنحقنها بعصيات بزرع عصية الكزاز. النتيجة ظهور أعراض المرض الكزاز وموت جميع الفئران. بالنسبة للمجموعة الثانية كنحقنها بجوج سنتيمتر مكعب من رشاحة زرع مغلي لعصية الكزاز واللي لا تحتوي على العصيات، ظهور أعراض وموت جميع الفئران كذلك كنتيجة. المجموعة الثالثة كنحقنها بجوج سنتيمتر من ماء مقطر ومعقم
الفئران كتبقى سليمة. إذا السؤال هو سبب موت الفئران المجموعة الأولى هذه، وسبب موت الفئران المجموعة الثانية هذه، وما هي خطورة هذا النوع من الجراثيم؟ إذا بالنسبة للمجموعة الأولى، سبب وفاة المجموعة الأولى أنها تأثرت بعصية القزاز وماتت. بالنسبة للمجموعة الثانية، رغم خلو الرشاحة من عصية القزاز، هذا يعني أن البكتيريا لم تؤثر مباشرة، بل أثرت بإفراز مواد سامة. هذه المواد السامة كانت تبقى موجودة في هذه الرشاحة المغلية، في هذه الرشاحة اللي سببت موت الفئران. إذا نشوفوا الحصيلة، تأثرت الفئران المجموعة الأولى بعصية الكزاز مما تسبب في الموت هذه الفئران. الفئران المجموعة الثانية ماتت رغم خلو الرشاحة من عصية الكزاز، وبالتالي البكتيريا ما كتأثرش مباشرة بما أنها غير موجودة، ما كتأثرش، بل اللي كيأثر هو مواد أفرزتها سابقا وكتبقى موجودة في الرشاحة. إذا الخطورة ديال هذا النوع هو إفراز ماذا؟ إفراز سمي الكزاز، توكسين، إفراز سمي الكزاز، واللي كينتشر في جميع أنحاء الجسم بالدم، وكيسبب اضطرابات على مستوى الخلايا العصبية، الشيء الذي كيؤدي إلى تقلصات موجعة في مناطق من الجسم، وكينتهي المريض به الموت في غياب العلاج. نكملوا نتابعوا. إذا تحليل تجارب جريفيث، التمرين الثالث. إذا مرض التهاب الرئة سببه هو دخول بكتيريا إلى الجسم تدعى المكورات الثنائية الرئوية، وكتتواجد هذه المكورات على شكلين مختلفين في الطبيعة S و R. للكشف عن كيفية تأثير هذه البكتيريا، أنجز العالم جريفيث التجربة التالية. إذا الإكسبيريونس 1، انجيكسيون دو لا سوش اس. اذا قمنا بحقن في التجربه الاولى، حقن مكوره ثنائيه رئويه لها عليبه، كننتظر بعد مرور عده ايام موت الفأر بتخمش الدم. التجربه الثانيه، حقن مكوره ثنائيه رئويه ليس لها عليبه، انجكسيون دو لا سوش اخ، يبقى الفأر سالما. اذا سنحلل نتائج هذه التجارب وستنتج فيما تتجلى خطورة هذا النوع من الجراثيم. اذا كيتبين من خلال تحليل ديال التجارب غريفات ان المكورات الثنائيه اللي كتوفر على عليبه كتسبب التهاب الرئه وموت الفأر، والتي لا تتوفر على عليبه هي غير ممرضه. بالتالي كنستنتجوا ان العليبه اللي كتقدر بعض الجراثيم توفر عليها تلعب دورا وقائيا ليس للجسم بل للبكتيريا المتوفره عليها، مما يجعلها اكثر حده واكثر خطوره واكثر امراضا. اذا الفقره الاخيره هي كيف تتطور الحماة. انطلاقا من وثيقه من الكتاب الدراسي، كنستنتجوا ان حمى الزكام كتشكل نموذج للجراثيم التي تتغير باستمرار، مما يجعل مقاومتها صعبه وفي ذلك تتجلى خطورتها. بالنسبه للحمات او الفيروسات، الاشكال ديالها، المشكل ديالها انها كتطور بشكل مستمر، وكيجعل الخطوره كتجعل المقاومه ديالها صعبه، وهذا هو كتكمل الخطوره. مثلا كنشوفوا ان مثلا بالنسبه ظهور عدة جراثيم، مثلا كما أخيرا لاحظنا كوفيد 19، قبل لاحظنا سارس، قبل منها لاحظنا زكام الخنازير أو غيرها. إذا مجموعة من الجراثيم كتطور، مجموعة من الفيروسات كتطور، بالتالي كيصعب المقاومة ديالها وكتولي أكثر خطورة.
إذا كخلاصة، الجراثيم الممرضة كتأثر على الجسم بطرق عدة. الطريقة الأولى التكاثر السريع كما شفنا مثلا بالنسبة للبكتيريا، الإفراز السمين بالنسبة للبكتيريا اللاهوائية كعصية القزاز كما شفنا عصية القزاز، كتزيد العليبة من خطورة البكتيريا المتوفرة عليها كالمكورات الثنائية، وبعض اللحومات عندها قدرة على التغير المتواصل. وكنشكركم على الانتباه ديالكم، وكان نضرب لكم موعد في الدرس المقبل، هو الاستجابة المناعتية الطبيعية. مع السلامة.